أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وهذه أهم العناوين. الشرق الأوسط، دعوات إلى نفير عام غداة مقتل والد ناشط عراقي مخطوف. العرب اللندنية، مسيحيو العراق لا يرون أي فرصة لتغيير أوضاعهم بعد زيارة البابا. العربي الجديد، أحزاب مسلحة تتحايل على القانون للمشاركة بالانتخابات. وفي تقرير للشرق الأوسط، جائحة مصاحبة، امرأة من كل 3 نساء تعرضت للعنف خلال الوباء. في زاوية مقالات، يكتب عبد علي في البلاد البحرينية صبرا يا عراق، ويتساءل جيرار ديب في العربي الجديد، هل عادت أمريكا متأخرة إلى النظام العالمي؟ لحظات وتأتيكم التفاصيل. أكدت صحيفة الشرق الأوسط أن هناك دعوات إلى نفير عام غداة مقتل والد ناشط عراقي مخطوف في محافظة ميسان، والذي أثار صدمة وغضبا شديدين، ما دفع أوساط الحراك الشعبي إلى إعلان النفير العام والخروج بمظاهرات حاشدة ومستنكرة في بغداد ومحافظات أخرى. وفي ذات السياق، عنونت صحيفة القدس العربي، اغتيال والد ناشط عراقي مختطف يثير غضبا والسلطات تعد الحادثة جنائيا، وتشير أصابع الاتهام إلى ضلوع فصيل مسلح منضو في الحشد الشعبي بمقتل جاسم واختفاء ولده المختطف علي. قالت صحيفة العرب اللندنية إن مسيحيي العراق لا يرون أي فرصة لتغيير أوضاعهم بعد زيارة البابا، في ظل عراق محكوم بنظام طائفي يهمش الأقليات ولا يضع أي سياسات تشجع المسيحيين على العودة إلى وطنهم. عنونت صحيفة العربي الجديد، شهر على التحقيق مع عناصر فرقة الموت في البصرة وتكتم على النتائج التي لم تعلن حتى اليوم وسط مخاوف من التكتم على القضية، وتمارس الميليشيات ضغوطا من أجل تغيير مجرى التحقيقات. وفي عنوان آخر، قالت صحيفة العربي الجديد إن أحزابا مسلحة تتحايل على القانون للمشاركة بالانتخابات وقيامها باستخراج أجنحة سياسية ضمن دوائر انتخابية ينتشر فيها أساسا مسلحوها. نقلت صحيفة المراقب العراقي عن كتلة المستقبل الكردية، مليارات الدولارات سرقت من قبل أحزاب الإقليم، وهناك تقصير حكومي واضح بعدم ملاحقة سراق المال العام داخل كردستان. في الشأن الجزائري، تساءلت صحيفة الخبر الجزائرية، هل الجزائر ضمن أكبر مستوردي السلاح في العالم؟ وكانت بالمرتبة 6 عربياً، وذكر تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن دول الشرق الأوسط سجلت ثاني أكبر زيادة في واردات الأسلحة ضمن مناطق العالم. وإلى الشأن اللبناني، عنونت صحيفة القدس العربي، لبنان الساسة يتنحرون والشعب يأكل الحصرم، حيث تجددت الاحتجاجات الشعبية في عديد المدن اللبنانية مع تفاقم أزمات اقتصادية وموجة غلاء، وما تزال الطبقة السياسية الحاكمة والأحزاب والطوائف تتناحر فيما بينها على الحصص في الحكومة المرتقبة. وبشأن جائحة كورونا، وفي تقرير للشرق الأوسط، جائحة مصاحبة، امرأة من كل 3 نساء تعرضت للعنف خلال الوباء. وأشارت بيانات صادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أن ذلك كان نتيجة لتدابير الإغلاق الشامل وانقطاع خدمات الدعم الحيوية. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
في زاوية مقالات يكتب عبد علي في البلاد البحرينية صبرا يا عراق، يقول الكاتب: سنوات طوال والعراق يحترق ويدمر باليد الإيرانية، والعراقيون يعيشون ويلات الاغتيال وآفات الفقر والاحتلال، وجاء الغزو الأمريكي في عام 2003 بمشروع تفكيك العراق دولة وأرضا وشعبا، ونفذته الإدارات الأمريكية المتعاقبة بمعية التيارات الإيرانية الفاسدة ومجاميع لفظهم العراق وشعبه، وهم القابعون في الجحور الغربية والإيرانية. فصبرا يا عراق ويا شعب العراق، فلكل ظلام نهاية، وفجر العراق سيكون نورا يتلألأ لينير أرض العراق. ويكتب أمير طاهري في الشرق الأوسط: اللعبة التي أدخلت إيران في مأزق تاريخي. ويرى طاهري أنه مع ارتفاع معدل التضخم الرسمي الإيراني إلى أكثر من 50% والبطالة إلى 25%، بات أكثر من 40% من الإيرانيين تحت خط الفقر الرسمي، والحديث عن الأمل بدا غير لائق على أقل تقدير. واليوم ما يزال الفصيل الموالي للولايات المتحدة يأمل في إحياء السيناريو من خلال تقديم مرشح في يونيو حزيران، لكن ذلك سيتطلب جهدا أكبر بكثير من الرئيس بايدن لضخ أموال ضخمة في الاقتصاد الإيراني العليل ومنح تنازلات دبلوماسية كبيرة. أخيرا يتساءل جيرار ديب في العربية الجديد: هل عادت أمريكا متأخرة إلى النظام العالمي؟ يقول الكاتب: استبدل بايدن شعار ترامب أمريكا أولا بشعار جديد مقبول من الحلفاء وأكثر ليونة في التعاطي مع الخصوم في القضايا الشائكة. فالساحة الدولية التي تركها ترامب في سياسته الانعزالية خلال السنوات الأربع التي سكن فيها البيت الأبيض سببت فراغا استغلته الدول الصاعدة والهادفة إلى دور لها على الساحة الدولية وعلى رأسها الصين الاقتصادية لتكريس تحالف بقيادة المارد الصيني لإعادة إحياء طريق الحرير. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة بعد قليل من المنامة الكاتب والمحلل السياسي موسى عساف. يسرنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي من المنامة الكاتب والمحلل السياسي موسى عساف. مرحبا بك أستاذ موسى إلى هذا الحوار. مرحبا في مشاهديك الكرام. أهلا بك. دعنا نبدأ أولا من الدعوات إلى نفير عام غداة مقتل والد ناشط عراقي مخطوف في محافظة ميسان، والذي أثار صدمة وغضبا شديدين، ما دفع أوساط الحراك الشعبي العراقي إلى إعلان النفير العام والخروج بمظاهرات حاشدة ومستنكرة في بغداد ومحافظات عراقية أخرى. في أي سياق يمكن أن تندرج هذه الحادثة؟ تفضل. شكرا لك. بداية يعني كل ما يجري في العراق الآن من تغول وسيطرة للميليشيات المسلحة على القرار السياسي وعلى الشارع العراقي يندرج أظن في إطار محاولة استمرار الهيمنة على هذا البلد العربي ومحاولة فرض أجندات أجنبية خارجية عليه وعلى قراره وعلى شارعه وعلى اقتصاده ونفطه ومكوناته السياسية والعرقية والطائفية والدينية في العراق. ما يجري اليوم هو حالة من يعني الصحوة، وإن كانت يعني صحوة جاءت بعد سنوات من محاولات الهيمنة على القرار العراقي والسيطرة على الشارع وعلى نشطائها. يعني ربما أقول ربما كان دم الشهيد الذي سقط مؤخرا يعني بداية لهذه الصحوة التي يعني يمكن أن تمتد إلى كافة مدن عراقية. نعرف أن الدعوة بدأت في
في جنوب العراق، وهناك يعني تحركات من كل المحافظات في إطار عمل الجماعي الموحد بين مكونات كثيرة من أبناء الشعب العراقي لفضح الممارسات التي تقوم بها الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران داخل العراق، والتي دائما حاولت يعني كتم أصوات المعارضين، كتم أصوات نشطاء حقوق الإنسان، ومنع وصول كل ما يقومون به إلى الخارج. ونحن نعرف أن الحالة في العراق يعني حالة ربما تكون استثنائية نظرا لطبيعة التكوينات العرقية والدينية في العراق، ولكنها يعني حالة يعني مأساوية بكل معاني الكلمة، كونها تستهدف كل أبناء الشعب العراقي دون استثناء. نعم، يرى مراقبون أن مسيحيي العراق لا يرون أي فرصة لتغيير أوضاعهم بعد زيارة البابا، في ظل عراق محكوم بنظام طائفي يهمش الأقليات. برأيك هل أضافت زيارة البابا إلى العراق جديدا؟ يعني المسيحيين هم جزء تاريخي من بناء الدولة العراقية وبناء النسيج المجتمعي العراقي، وكانوا دائما عنصر بناء في هذه الدولة وفي هذا الوطن. المسيحيين في العراق يعني وزيارة البابا يعني ربما يعني أرى من وجهة نظري أنها كانت يعني شكل من أشكال الترويج الخاص للنظام العراقي وللمؤسسة السياسية العراقية أكثر منها حماية لأبناء الطائفة المسيحية. يعني عندما جاء البابا وتصور صور مع الشخصيات الرسمية العراقية وتحدث معهم، هذا كانت أكبر دعاية للنظام وللمؤسسة الرسمية الحكومية في العراق، دون أن تكون لها تأثيرات كبيرة فعلية وحقيقية لكلماته على واقع المسيحيين وعلى واقع أبناء الشعب العراقي بشكل عام بكل طوائفهم وأديانهم. وبالتالي فيعني زيارة البابا باعتقادي او بملخص يعني ما جرى منها يعني لن تحرك شيء ولا تساهم في حمايه من تبقى من ابناء الطائفه المسيحيه في العراق، والذين يعني اليوم اصبحوا اقل من الثلث وجودهم التاريخي في العراق بعد كل عمليات التهجير الذي والاستهداف التي تعرضوا لها. ايضا بشان الانتخابات العراقيه المقبله، فإن أحزابا مسلحة تتحايل على القانون للمشاركة بالانتخابات، وذلك باستخراج أجنحة سياسية ضمن دوائر انتخابية ينتشر فيها أساسا مسلحوها. برأيك هل سينجح هذا التحايل للعودة من جديد؟ يعني بشكل عام يعني أستاذي بشكل عام أود أن أشير، والكل يعرف يعني كل أبناء الشعب العراقي الكريم وكل المشاهدين ومتابعين قناتكم الفضائية يعرفون أن كل المؤسسات السياسية العراقية تدعم أو قائمة بالأساس على فكر ميليشيات مسلحة أو قوى عسكرية مسلحة، وبالتالي لا يمكن في العراق اليوم أن تجد أي تنظيم سياسي أو قوى سياسية لا تدعم أو ليست منشقة من تنظيم أو حركة سياسية مسلحة. عملية استخراج كما تفضلت يعني قوى سياسية أو أحزاب سياسية من رحم ميليشيات عسكرية هذا موجود في العراق، ونحن نعرف حتى أن القوانين والتشريعات العراقية وقانون الانتخابات العراقي الصادر عام 2015 أشار بشكل واضح إلى عدم جواز مشاركة الأحزاب السياسية المدعومة من ميليشيات عسكرية أو التي تكون تابعة لميليشيات عسكرية في العملية الانتخابية. كان الموضوع واضح ويعني وضوحا تاما في نص القانون وكذلك في الدستور العراقي الذي أيضا منع مشاركة التنظيمات العسكرية بصور سياسية في الحكم أو في الانتخابات البرلمانية العراقية أو انتخابات المحافظات. وبالتالي معظم هذه القوى السياسية وجودها داخل المؤسسة التشريعية أو مؤسسة المحافظات العراقية هو وجود غير شرعي. إذا عدنا إلى نص القانون وروح القانون وما يعني أشار له القانون بشكل واضح، إضافة إلى ما أشار له الدستور العراقي في مادة 7 و9، وبالتالي فإن هذه يعني وجود كل هذه القوى السياسية هو غير قانوني وغير شرعي وغير دستوري بالمعنى الواضح والصريح.
طيب، كتلة المستقبل النيابية الكردية تقول إن مليارات الدولارات سرقت من قبل أحزاب الإقليم، وهناك تقصير حكومي واضح بعدم ملاحقة سراق المال العام داخل كردستان. إلى ماذا يؤشر ذلك برأيك؟ يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال قراءة الوضع في كردستان أو الفساد في كردستان أو ما يجري في كردستان من عمليات نهب أشير بعض الأحيان إلى 600 مليار، أشير في أرقام أخرى إلى 360 مليار، أشير إلى 400 مليار. لا يمكن فصل كل ما يجري في إقليم كردستان من عمليات فساد، عمليات اختفاء لمبالغ كبيرة من كانت ترد من الحكومة المركزية إلى سلطات الإقليم، التلاعب بالنفط، بيع النفط خارج النطاق الدولي العراقي، كل عمليات الفساد التي تتم في إقليم كردستان لا يمكن فصلها بشكل عام عما يجري في وضع الدولة العراقية ككل. فهي منظومة متكاملة، منظومة متكاملة جزء منها يسيطر على القرار في الدولة المركزية في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، وجزء يسيطر على القرار السياسي والاقتصادي في إقليم كردستان. هي عملية متواصلة. ما يجري في كردستان هو جزء من الفساد المنظومة الدولة العراقية بشكل كامل، سواء في كردستان أو في بغداد أو في أي منطقة. ننتقل إلى جائحة كورونا. هناك جائحة مصاحبة، وهي امرأة من كل 3 نساء تعرضت للعنف خلال الوباء. وأشارت بيانات صادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أن ذلك كان نتيجة لتدابير الإغلاق الشامل وانقطاع خدمات الدعم الحيوية. هل من حلول بشأن ذلك؟ يعني دعني أعود إلى ما تفضلت فيه، وخصوصا الجزء الأخير من حديث حضرتك الذي قلت فيه أنه بيانات المنظمة أشارت إلى أن زيادة العنف كان بسبب تدابير الإغلاق الشامل وانقطاع خدمات الدعم، وكأن المنظمة تبرر حالات العنف أو زيادة حالات العنف ضد المرأة، وهذا شيء غير مقبول على المستوى الإنساني وعلى المستوى الاجتماعي وحتى على المستوى القانوني. لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير حالة العنف ضد المرأة، ضد الطفل، ضد الفئات الأقل حظا أو الضعيفة في المجتمع. لا يمكن تبريرها. يعني أنا أقول أنهم يعني محاولة للتملص من المسؤولية عندما نرفض أي عنف ضد المرأة وضد الطفل ومن على شكلتهم بحالات أو بواقع حالية. الظروف القائمة حاليا ربما ساعدت يعني على إظهار هذا العنف. العنف موجود ضد المرأة وضد الطفل وضد الفئات الأقل حظا في المجتمعات موجود، وهو ما يحارب من أجله منذ سنوات طويلة. ربما الظروف الحالية ساهمت في إبرازه وليس في زيادة، أنا أعتقد ليس في زيادة وإنما في إبرازه وإظهار القصة يعني وقعت خلال عمليات الحظر، عمليات الإغلاقات التي صارت. وهنا لا أتكلم عن دول، أنا عالم ثالث دول نامية، وإنما أتحدث عن دول متقدمة مثل أستراليا. يعني زادت بالنسبة في أستراليا يعني حسب معلومات زادت حالات العنف الأسري بنسبة 30%، أيضا زادت في فرنسا بنفس النسبة، وفي الأرجنتين وفي كثير من أنحاء العالم زادت حالات العنف ضد المرأة، ودائما كان يتم ربطها بما بحالات الإغلاق ويعني انشغال العالم في هذه الجائحة. ولكن بشكل عام هي حالة قائمة يعني يعمل على إن شاء الله محاولة تفاديها أو التقليل منها ووصولا إلى إنهائها بشكل عام. طيب، ننتقل إلى الشأن العالمي. هناك تساؤل يقول: هل عادت أمريكا متأخرة إلى النظام العالمي؟ وذلك بعد استبدال بايدن لشعار ترامب أمريكا أولا بشعار جديد مقبول من الحلفاء وأكثر ليونة في التعاطي مع الخصوم في القضايا الشائكة. هل سيغير بايدن ما عجز عنه ترامب؟ يعني إذا نظرنا إلى السياسة الأمريكية بشكل عام، يعني ربما يكون هناك اتفاق واختلاف بين الإدارتين الأمريكيتين السابقة والحالية في بعض الملفات، ولكن بشكل عام هي سياسة أمريكية، سياسة دولة يتم تنفيذها. ربما كان ترامب يعني يتعامل مع الملفات بنظريته الخاصة أو بالفردية، فردية بقرارات فردية أكثر من بايدن الذي يتعامل ضمن مؤسسات
عريقه ويقدم الراي المؤسسي في اتخاذ القرار. يعني اتوقع ان الملفات كبيره كانت يعني خلفها الصام ابان حكمه في البيت الابيض، ومثلا ملف التعامل مع حلفاء الولايات المتحده، يعني كان من الملفات التي يعني لافته للانتباه، يعني لم تكن يعني هناك تعود او شكل في اداره الحكم الامريكي للعلاقه مع الحلفاء بهذا الشكل. يعني وهو من الملفات المهمه اللي يعني سيكون على بايدن اصلاح، خصوصا علاقه الولايات المتحده مع دول حلف الناتو، يعني توترت الى شكل يعني بشكل كبير من خلال تصريحات ترامب او محاولاته الاستفراد بالقرار والهيمنه على الحلف. طبعا الملفات المهمه اخرى، يعني سواء ملفات سياسيه او ملفات اخرى، كان ملف الايراني، يعني احنا راينا كيفيه التعامل اداره ترامب مع الملف الايراني، مقابل انه جو بايدن يعني كان عنده استعداد الى ابرام اتفاقيه، او لمح يعني في بعض التصريحات او المسؤولين في اداره بايدن لمحوا الى امكانيه العوده الى النظام الاتفاق مع ايران بشان الملف النووي او اعاده التفاوض، مع التقليل من الضغوط الاقتصاديه التي تركها ترامب في هذا الملف تحديدا. ايضا في ملف الصراع العربي الصهيوني، ايضا هذا ملف كبير، ربما لا يوجد هناك كثير من الفرق بين اداره الملفين بين ترامب وبايدن، ولكن يعني يمكن التعاطي معه الان ربما بسياسه النفس الطويل التي اعتمدتها دائما سياسه الولايات المتحده على مر فتره الصراع العربي الصهيوني، والتي يعني في نهايه المطاف يعني هي محاولات لتنفيذ الملف الامريكي وتنفيذ الاشتراطات الامريكيه. ترامب كان مباشرا وواضحا حتى صادما في كثير من القرارات الذي اتخذها بشان هذا الملف، والتي يعني قوبلت بالرفض من ابناء الشعب الفلسطيني تحديدا وعموم ابناء الشعب العربي والاسلامي. طبعا ملفات كثيره، منها تغير المناخي، منها التعامل مع جائحه كورونا، منها العلاقه مع روسيا، منها ملفات الشرق الاوسط بسوريا وليبيا واليمن، كلها ملفات يعني تلقى على عاتق النظام او الاداره الامريكيه الجديده، وهي محاوله لاعاده ابرار النظره الامريكيه التقليديه في المستقبل. نعم، في ختام الحوار اشكرك استاذ موسى الشكر الجزيل لانضمامك الينا. شكرا جزيلا استاذ، يعطيك العافيه. والشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.